السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نبدأ في تسجيل محاضرة مادة TT284. المادة بتتكلم عن الويب تكنولوجيز، زي إزاي أصمم موقع إنترنت، وإيه اللغات اللي أنا بستخدمها عشان أصمم موقع إنترنت، إيه الفرق بين الجافا سكريبت وبين الـ PHP وبين الماي سيكوال وبين الـ CSS. المادة مكونة من 4 بلوكات، الكويز بيكون في البلوك الأول والتاني. هي مادة فيها كمية كبيرة من التفاصيل، لكن امتحانها بيكون نوعا ما سهل شوية. البلوك الأول هنتكلم فيه عن الإنترنت، إزاي اتكونت شبكة الإنترنت، إيه هي البروتوكولات اللي إحنا بنستخدمها في الشبكة، إيه هي الويب. هنتكلم على موضوع تصميم مواقع الإنترنت وإيه الخطوات اللي أنا باخدها عشان يبقى عندي موقع إنترنت، إيه هي اللغات اللي أنا بستخدمها عشان أصمم الموقع من لغة HTML، وبعدين هنطلع على لغة تانية اسمها XML، وبعدين ندمج اللغتين مع بعض عشان يطلع لي حاجة اسمها XHTML. بعد كده هنتعلم ازاي نعمل ستايل للموقع الخاص بنا باستخدام لغة CSS اللي اسمها Cascade Style Sheet. ندخل بعد كده على البلوك التاني. البلوك التاني هندرس فيه الجافا سكريبت، طبعا حضراتكم خدتوها في الـ150، وازاي نستخدم الجافا سكريبت في عملية الفاليديشن اللي هي التحقق من البيانات اللي اليوزر بيدخلها في النماذج اللي موجودة عندي، وده أهم استخدام ليها. ازاي نتعامل مع قواعد البيانات اللي موجودة عندي، ازاي نعمل جدول، ازاي نخزن فيه بيانات، وازاي نضيف ونعدل عن طريق الماي سيكوال، وبعدين في النهاية هندرس لغة PHP. دراسة PHP مش بالتفصيل، فيه مادة اسمها M275 دي بتدرس الـ PHP من الألف إلى الياء. إحنا هنا بنحاول ناخد معلومات عامة عن اللغة. حضراتكم مطالبين بإيه؟ مطالبين مثلا لو أنا كتبت لك دالة، تعرف مكونات الدالة دي هي إيه؟ إيه هي الإنبوت بتاعها؟ وإيه هو الأوتبوت؟ في البلوك الثالث هنتكلم عن الموبايل أبليكيشن، وإزاي نصمم موقع أو إزاي نصمم موبايل أبليكيشن باستخدام الأندرويد. طبعا الجزء دوت انا ما بستخدمش الاندرويد، لكن بستخدم برنامج اسمه ابلكيشن انفنتور، ده جزء عملي حتى ما بيتشرحش. نيجي نتكلم في البلوك الرابع على البروجكت مانجمنت، اداره المشاريع اللي موجوده عندي، وايه هي الخطوات اللي انا بعملها عشان اعمل تيستينج للبروجكت اللي موجود عندي. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنقول البلوك الاولاني، البارت الاول، هو بعنوان الانترنت والويب. يا ترى هي الانترنت هي الويب؟ لا، الويب هي عبارة عن خدمة من خدمات الانترنت. الانترنت دي هي الشبكة الكبيرة، فهي بتشمل مجموعة من السيرفيس أو الخدمات، زي الفايل ترانسفير بروتوكول، زي الإيميل، زي الويب، زي الشات عن طريق حاجة اسمها IRC، بالإضافة للنيوز جروب. طيب، فالانترنت دي عبارة عن مشروع عسكري كان في الستينات في أمريكا، بيحاولوا إن هم يوصلوا ما بين، خلينا نقول، القواعد العسكرية اللي موجودة على مستوى أمريكا، فبدأوا يعملوا شبكة. ده كان مشروع اسمه أربانت. الأربانت دوت أدى لوجود بروتوكول اسمه TCP/IP اللي هو Transmission Control Protocol Internet Protocol. يبقى إذن دلوقتي وزارة الدفاع الأمريكية كانت بتعمل مشروع عشان تحاول توصل ما بين القواعد الأمريكية، ده أدى لوجود الإنترنت وكمان بروتوكول اسمه TCP/IP. ده جزء، يبقى ده جزء الشبكة. كان في حاجة تانية كمان عشان يبتكر الويب، اللي هي بروتوكول اسمه HTML و HTTP. بروتوكول HTML ده بروتوكول جديد مظهرش غير في سنة 90 تقريبا، على ايد واحد اسمه تيم بيرنزلي، هنعرفه دلوقتي. يبقى هو بيقول هنا ان الويب تم ابتكارها عن طريق 2 تكنولوجي، اللي هي Interconnected Computer Network اللي هي شبكة الانترنت، بالإضافة لمجموعة من البروتوكولات اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل Transmitting للداتا. هي يعني ايه كلمه بروتوكول؟ البروتوكول هو عباره عن مجموعه من القواعد اللي انا بستخدمها عشان اعمل مسج اكستشينج ما بين الاجهزه وبعضها. عشان نفهم بروتوكول يعني ايه، نقول ان هو زي لو 2 اتقابلوا، فانا بقول السلام عليكم، هو يقول لي عليكم السلام، وبعدين نبدا نتكلم، اهو ده بروتوكول. يبقى اذا the web is made possible باستخدام 2 تكنولوجي، اللي هي شبكه الانترنت بالاضافه لمجموعه من البروتوكولات. هيبدأ يكلمني بقى عن الشبكة نفسها أو اللي هي الإنترنت. هو بيقول إن الإنترنت هي ناتج لمشروع تم تنفيذه بواسطة وزارة الدفاع الأمريكية في أواخر الستينات، ده أدى لابتكار بروتوكول اسمه TCP/IP، اسمه Transmission Control Protocol Internet Protocol.
البروتوكول ده هو قلب شبكة الإنترنت، مفيش أي حاجة بتتم من غير البروتوكول دوت. حضراتكم التي سي بي بيعمل إيه؟ التي سي بي ده بيقطع الرسائل اللي أنا عايز أبعتها من الكمبيوتر لكمبيوتر تاني لمجموعة من الباكت، وبعدين يسلمها للنص التاني، النص التاني اللي اسمه الأي بي. النص التاني ده بيعمل إيه؟ بيديها عناوين، يعني بيعمل حاجة اسمها أدريسنج، وبيختار أفضل طريق عشان تبعت البيانات من السورس للديستنيشن. في الانترنت ما بيكونش فيه مسار وحيد لارسال البيانات من السورس للديستنيشن، لكن بيكون فيه مسارات مختلفه. مين اللي بيحدد افضل مسار؟ اللي هو البروتوكول اللي اسمه اي بي. يبقى هنا بيقول ان التي سي بي اي بي بروتوكول بيعمل سبورت لكل الانترنت سيرفيسز زي الايميل، زي الويب والاف تي بي والنيوز جروب والويب 2 تكنولوجيز. زي ما حضراتكم شايفين هو بيقول ان الانترنت بتشمل السيرفيسز اللي هي الايميل والويب والاف تي بي وهكذا. طيب نيجي للجزء الثاني من الحكايه. الجزء الثاني هو بروتوكول اتش تي تي بي اللي اسمه هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. ده البروتوكول اللي الكلاينت اللي هو انا بستخدمه عشان اطلب صفحه من الويب سيرفر. طبعا حضراتكم شايفين لو انا بدخل على اي موقع من مواقع الويب فانا بكتب اتش تي تي بي نقطتين وبعدين شرطتين ميلين وبعدين اكتب عنوان الموقع، فانا ببعت ريكويست بطلب من السيرفر ان هو يديني صفحه. طيب لغه الهايبر تكست مارك اب لانجويج هي اللغه اللي انا بستخدمها عشان اصمم مواقع انترنت. هي مش لغه برمجه هنعرف قدام، لكن بيسموها لغه ترميز نص مترابط او لغه توصيف. يبقى اذا ال HTML والهايبر تكست مارك اب لانجويج بيمثلوا الجزء الثاني من الحكايه اللي هو البروتوكولات اللي انا بستخدمها عشان اعمل اكستشينج للالكترونيك دوكيمنت. ال HTTP بيسمح لليوزر ان هو يعمل ريكوست يطلب صفحه ويطلب اي ريسورس، ممكن اكون بطلب ملف اوديو او فيديو. يبقى اذا ال HTTP allow اليوزر انه يطلب ريكوست، يطلب دوكيمنت من كمبيوتر ويخلي الويب سيرفر ان هو يديله الدوكيمنت دي. طيب ال HTML احنا بنستخدمها عشان نعرف ال appearance. appearance مقصود بيه المظهر بتاع صفحه الويب نفسها. حضراتكم خدتوا HTML في ال 150 وخدتوا جافا سكريبت. سؤال، هل ال HTML هي لغة برمجة؟ لا. أمال هي إيه؟ هي لغة لترميز النص المترابط. طب فكرتها إيه؟ إنها بتعرف المكونات اللي موجودة في صفحة الويب. يعني مثلا أنا ممكن أقول له هنا في المنطقة دي في صورة، طب الصورة دي طولها كام؟ عرضها كام؟ طب مكان الصورة؟ طب المحاذاة بتاعتها يمين ولا شمال؟ أجي على فقرة، الفقرة دي لونها إيه؟ محاذاة بتاعتها يمين ولا شمال؟ لكن ما هيش لغة برمجة. ليه؟ حضراتكم عشان تعمل برامج وتحطوها في صفحه الويب بتستخدموا لغات برمجه تانية زي الجافا سكريبت، زي البي اتش بي، زي بيرل، بايثون وهكذا. قلت لحضراتكم ان العالم او المبرمج اللي اسمه تيم برنرز-لي ده اللي ابتكر شبكه الويب. ازاي؟ لانه ابتكر لغه ال HTML. فهو بيقول ان تيم برنرز-لي has created the world wide web اللي هي كانت عبارة عن Internet Based Solution، كانت عبارة عن بروتوكول بيسمح بمشاركة الوثائق والملفات ما بين الناس في شبكات مختلفة. طبعا لازم حضراتكم تلاحظوا ان الانترنت اول حاجة في اجهزة مختلفة، يعني في موبايلات بتخش عليها والموبايلات دي اجهزة مختلفة، في سامسونج، في نوكيا، في مش عارف موتوريلا، في كذا في كذا، بالاضافة لاجهزة الكمبيوتر. أجهزة الكمبيوتر والكلام ده عليها اوبريتنج سيستم مختلف، في ويندوز، في لينكس، في ماك وهكذا. يعني كل الأجهزة اللي موجودة على الإنترنت بتختلف مع بعضها، وبالتالي لازم يكون في بروتوكولز بتسمح بتبادل البيانات في صيغة مظبوطة ما بين الأجهزة وبعضها. مين هي المنظمة اللي اخترع HTML؟ في عندي منظمتين، واحدة اسمها W3C اللي هي اختصار كلمة World Wide Web Consortium. ال World Wide Web Consortium دي هي عبارة عن مجموعة من الشركات اللي عاملة في مجال التقنية عموما، دي اللي بتحط المواصفات القياسية للغات اللي بتستخدم على الإنترنت. فدي هي المسؤولة عن وضع ال HTML، ال XML، XHTML وهكذا. يبقى إذن ال HTML واللغات التانية زي ال CSS و SVG والأجاكس والXML والXSLT دي بيتم إدارتها عن طريق W3C. إنما ال HTTP والترانسميشن كنترول بروتوكول الإنترنت بروتوكول دول بيتم وضع مواصفاتها وتحديثاتها وتطوراتها عن طريق حاجة اسمها Internet Engineering Task Force.